وركض عدة الخيل والهجن جزء من ثقافة المجتمع في الحضر والبادية، ارتبط بالعديد من المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية التي تشهد مشاركة شعبية كبيرة من مختلف الأفراد، ويتم تنظيمها للتعبير عن الاحتفاء والفرحة بتلك المناسبات والاحتفال بمقدم الضيوف، وتساهم في تواصل أبناء المجتمع من خلال تجمعهم في مكان واحد وفيها من الألفة والاحترام والنظام.